بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا سعيد الحظ جدا حاجات كتيره النهارده والله. اولا انا اول مره في حياتي ادخل معهد حتى تهت الصبح حوالي ساعه كده وانا جاي. ثانيا بقالي فتره مش قصيره ومش طويله ما اشتركتش في scientific activities عشان الشغل الاداري يعني. انما سعيد جدا بال النمبر الحضور للأورثوبيديك سيرجن العالي ده حاجة مبشرة بالخير يعني. إن شاء الله اللي جاي يكون أفضل. أنا أتذكر من سنة 94 ل 2000 نايب مدرس مساعد كان كل اهتمامنا بالريفيو كورسز إن إحنا نتعلم منها. إحنا بنذاكر وبنقرا إنما الريفريشمنت الداتا والنولج ده مهم جدا 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 يعني. فأنا بشكركم بصراحة على الالتزام يعني. الكورس كوندنسد قوي طبعا يعني. لا يسعني ان اشكر الاستاذ الدكتور اسامه حجازي على دعوته ان انا اقوم المحاضره. وسعيد الحظ جدا لان انا جاي بعد محاضرات الاساتذه الافاضل زملائي وخصوصا الدكتوره نريمان، لان انا مش هتكلم بقى على الكلاسيفيكيشن ولا هتكلم على تايب اوف فراكشرز. هنتكلم عن موضوع ريزل جدا جدا يعني ما بنحبش نشوفه ابدا، هو هيب فراكشر او بروكسيمال فيمور فراكشر في سيربرال بولسي بيشنت. قبل ما اخش في الموضوع انا بتشرف ان انا عميد كليه طب بورسعيد. طب بورسعيد يمكن معظمكم ما يعرفش ان في طب بورسعيد. بورسعيد النهار السعيد هنستقبل الدفعه السابعه يعني ان شاء الله في شهر 12 هنخرج اول دفعه عندنا. يعني العمل ماشي فيها حسيسا كده والمستشفى الجامعي على وشك الانتهاء ان شاء الله. انما احنا حاليا بنعمل في جميع مستشفيات التامين الصحي الشامل الجديد، والمستشفيات يعني تساوي او يمكن في بعض الاماكن فيها افضل كتير في تجهيزاتها من بعض المستشفيات الجامعيه. عدد الطلبه بيزيد كل سنه. برضه من الحاجات اللي انا فخور بيها كاورثوبيديك سيرجن حوالي 15% من عمداء طب مصر كلهم جراحين عظام. في طب الزقازيق وفي احد الطب الفضلي. فيعني الاداره العليا للكليات فيها نسبه كبيره جدا من الاورثوبيديك سيرجن، ودي حاجه مخلياني سعيد يعني. السيربرا بولسي كنت فيلو في سنة 2000 و2001 و2002 في يونيفرستي تكساس ساوث ويسترن في دالاس. كان عندنا المانداي ده هو عيادة السيربرا بولسي، وكان أول 3-4 شهور ليا صراحة هناك هو المانداي ده يوم الكآبة يعني. رغم إن هو كان أول يوم في الأسبوع ويوم النشاط والأكتيفيتي، إنما كنا بنروح الصبح من الساعة 7 للساعة 12 بعدين من الساعة 1 للساعة 6 نشوف كل الفرايس سيربرا بولسي وكل حاجه ريليتد دي الاورثوبيديك ديفورمتيز. ما هياش فراكشرز قوي، المستشفى ما كانتش تروما، كانت بدايات الاورثوبيديك سيرجري بس. هو مشكله كبيره بيحصل انسلت للبرين سواء انترا يوتراين بيري نيتال او نيتال او بوست نيتال. بوست نيتال قليل شويه بيكون تروما. استاذنكم بس اسلم على سعاده السيد العميد. معلش يا اخوان على الانترابشن بس حبيبي بقى ما اقدرش يعني. لسه بقول لهم احنا سعداء الحظ نص عمداء مصر عظام يعني. ايوه اتفضل. الانسلت اللي يحصل للبرين بيفور البرين ماتيورتي. فالبوست نيتال يعني بيصح انه يحصل قبل سن سنتين ماكسيموم 4 سنين. وعادة ما بيكون الأطفال اللي بيحصل لهم نير دراونينج في البسين أو بيحصل لهم فولينج داون من السرير وعلى دماغه ويحصل له سيربرال بولسي. فمش شرط كل الحالات تكون انترا يوتراين وباسكولار انوماليز و أو دراجز أو أو أو، لا في بعض الحالات بس سرير قوي بنشوفها بوست نيتال. الانسلت ده بيبقى ستاتيك، حصل المشكلة في البرين خلاص نوت بروجريسيف. إنما في حقيقة الأمر السيربرال بولسي ذا بروجريسيف ديسوردر. والمتاهه اللي هنتكلم عليها بعد شويه كلها ريليتد للماسكولوسكيلتال ديفورمتيز اللي بتحصل بعد الستاتيك انجري اللي حصل في البرين للطفل. الانسنس بتاعه ما هوش عالي بس ما هوش قليل.
الانسنس المكتوب دوت ان هو up to 3.6% live births ده في الستيتس. اي بيسيوم ان احنا عندنا في مصر الانسنس بتاعها هيكون a little bit higher. المشكلة الكبيرة ان up to 90% من الاربعة في الالف دول كلهم spastic type. قليل فيهم الاتاكسيك، قليل فيهم الديسكينيزي، قليل فيهم الهايبوتونيا. والمشكلة الاكبر كمان يمكن هتيجي بعد شوية ان 90% لل 90% اللي spastic type TBI. TBI اللي هم total body involvement اللي هم عندهم quadriplegia، وعادة ما بيكونوا mentally retarded، وعادة ما بيكونوا epileptics، وعادة ما بيكون عندهم مشكلة في swallowing. فلك أن تتخيل hip fracture في عيان بالمنظر ده. It's a disaster. محتاجة team، مش محتاجة بس orthopedic surgeon. زي ما قلنا الزملاء في البيدياتريكس وفي النيورولوجي والبيدياتريك نيورولوجي مصرين على الديفينيشن الجديد او الترمينولوجي الجديد ان هو ستاتيك انكيفالوباسي. احنا في العظام it is a static encephalopathy yes بس it's not a static regarding the musculoskeletal system it is a progressive. المشكلة ان المسلز هي اللي فيها المشكلة انما البون still grown normal. المسلز بيحصل فيها مشاكل على مستوى الـ number of fibers، على مستوى الكفاءة بتاعت الفايبرز نفسها، على مستوى السايز بتاع المسل. تبقى المسلز نفسها شورت انما التندونز طويلة جدا وسباستك وفيري تايت. ده بيؤدي بعد كده ان البون بيطول والمسلز ما بتطولش، بيحصل عندنا ديفورمتس في البون، تبقى فيه بوينج وفيه شوية مالفورميشن، وبيحصل جوينت كونتراكشرز، وبيحصل الأسوأ من كده مع التروما بقى اللي هنشوفها اللي بيحصل سبلكسيشن. فانا هشتغل على هيب فراكشر في الكريتيريا اللي قلناها كلها بتاعت العين ده، انما الهيب ده في واقع الامر سبلكسد ما هوش ستيبل سمتايمز ديسلوكيتد وبيسبلكس بوستيريور اند سوبيريور، وده بيعمل ماساه في الكلوز ريدكشن ونص ماساه في الاوبن ريدكشن. التايبس اوف امبيرمنت في السيريبرال بولسي زي ما قلت اول حاجه البرايمر امبيرمنت على مستوى البرين، برامدال اكسترا، برامدال سيريبيلا او كورتيكال. كورتيكال بس ما يروحش مخنا للبون كورتكس، كورتيكال السيريبرال كورتكس يعني. على مستوى الارياز دي في البرين بيحصل انسلت وده بيعمل المشاكل اللي خاصه بالنيورولوجي. انما اللي يهمنا احنا كاورثوبيديك سيرجن هو السكندري امبيرمنت اللي اتكلمنا عليها اللي هي المسلز بيحصل فيها مشاكل، المسلز تبقى عدد الفايبرز فيها قليل قصير والتندون طويل جدا، فبيخلي المسلز دي ضعيفه بيؤدي الى جوينت كونتراكشرز وديكريز رينج اوف موشن. التيرشر امبيرمنتس دي بينيفيشال، دول للامبيولاتري تشيلدرن او تشايلد عنده سيريبرال بولسي، عنده هيميبليجيا، عنده هيميبليجيا او عنده اذر تايب من السيريبرال بولسي ما هوش السباستيك تايب، فدي بينيفيشال في الامبيولاتري تشايلد. دي المفروض ان احنا ما نقربهاش. بيحصل كومبنساتوري ميكانيزمز، بيحصل هايبر ادكشن في حاجه، بيحصل بيلفيك تلت عشان يعوض حاجه، فدي بينيفيشال للتشايلد. دي الكريتيريا بتاعت البروكسيمال فيمر المكسوره في الباراليتيك هيب. اولا اكسسيف انتي فيرجن. النورمال انتي فيرجن بعد سن سنتين نيد الادلت انتي فيرجن نقول من 15 ل 20 ديجري. طبعا الطفل اول ما يتولد لحكمه ربنا الانتي فيرجن بيبقى زايد شويه، بيبقى اب تو 40 ديجريز، بيبدا يقل جرادوال عند سن سنتين بيوصل نير الادلت، او عند سن اربع سنين بيبقى من 10 ل 15 درجه. ودي الحاجه المشهوره كنا بنشوفها اللي بتسبب الانتون جيت، ونلاقيه في حد فيه السبب هنا مش حد. طب الحمد لله عشان انا هدوس جامد فيه. البس الجزمه اليمين في الشمال عشان رجليك معوجه، وطبعا الاستاذ الدكتور احمد خليف هيتكلم على الفوت والانكل، انما هي القصه كلها في الاكسسيف انتي فيرجن هي بتعمل انتون. لكن انت تخيلوا بقى ان احنا على قد 25 30 ديجري بتسبب انتون بمشاكل. الافريج انتي فيرجن في السيربرال بولس هيب 58 ديجري، فده اتسهل في الكلوز ريدكشن. It's a great problem في الاوبن ريدكشن. Sometimes لما بنحب نعمل بيركوتينيوس بعد كلوز ريدكشن تبقى الانسيشن بتاعتنا في البطن جلوتيال
عشان نخش بس على ان احنا نعوض الانتي فيرجن العالي ده. النك يبقى فيها فالجس، النك بتبقى شورتر وسمول وزود اني الفيزيال جروس اريست. الميتافيزيال سيجمنت بتبقى قصيره، وده سام تايمز بيخلي المسامير او الوايرز غصب عننا تخش في الفايسز وتعدي الهيد وتخش في الهيب جوينت، وتؤدي طبعا للديزاستر اللي استاذتنا عرضتها علينا الكوندور فايسز. قلنا ديسبلاستيك والسوكيتد هيب، ولازم قبل ما نفتح نانسبيت الابروتش بتاعنا. الفراكشر في التي بي اي سيربرال بولسي اب تو 40%، ودي نسبه عاليه جدا جدا جدا. يعني لو قلنا 4 في ال 1000 90% منهم سباستيك، 90% منهم يعني على الاقل عندنا طفلين من كل 1000 طفلين سيربرال بولسي من كل نورم 1000 نورمال طفل بيحصل لهم فراكشرز. المشكله برضو الاكبر ان مور ذان 50% مس دياجنوست. الاطفال المينتال ريتاردد وابيليبتيك وبيجي لهم السيزرز بيتكسر وهو عنده الفت ويبقى مست. هو كده ولا كده بيصوت ويصرخ ويعيط ولا حد فاهمه ومفيش اي كوميونيكيشن معاه، ما بيبداش يبان الا بعد لونج تايم. نلاقي فيه بروكسيمال سايز سويلنج، نلاقي فيه ابنورمال موفمنتس، نلاقي فيه كريبتاس. بعد كده نبدا نفكر نعمل اكس راي نلاقي فيه كالس ونلاقيه جوينج تو يونايت. هاي ريت اوف كومبليكيشن اعلى من اي بيدياتريك بروبليشن. كومبليكيشن اوف بروكسيمال فيمورال او هيب فراكشرز في السي بي اب تو 20%. ريسك فاكتورز كتيره جدا اكوردنج للسيفيريتي بتاعته والنيورولوجيكال ستيت بتاعت الحاله. النون امبيولاتري اللي قلنا عليهم اللي هم التي بي اي دول فور ايفر ويل شير او بيد ريدن، وعاده عاده للاسف الشديد يعني ما بيموتوا بيفور 20 ييرز اوف ايج. يعني الاستيفنس والكونتراكشرز اللي في النيو والهيب جوينت والفراكشر ده ما بينهم هيبقى في مشكله صعوبه جامده جدا في ان احنا نعمل له ريدكشن. لو في بريفيوس فراكشر او لو في بريفيوس اوستيوتومي اتعملت للحاله دي واتكسر بعديها اذر لمب سيرجري، الطفل ده عمل له اوبريشن واتحط في سبايكر كاست عملت له اوستيوبروزس ولسه هنتكلم عليها ان ديتيلز. لو الطفل ده معمول له جاستروستومي او على رايل في الفيدنج بتاعه، واخيرا المشكله الكبيره الانتي ابيليبتيك دراجز. وان كان ريسنتلي يعني في بعض انواع، طبعا احنا عارفين كلنا الانتي ابيليبتيك دراجز على اللونج ران بتعمل اوستيوبروزس سواء في الاطفال او في الادلتس، يعني زيها زي دراجز كتيره قوي. انما ناو ريسنتلي في حاجات جديده بتستخدم ما بتاثرش قوي على البون دنسيتي. ان احنا الانتسبيت فراكشر بقى عشان نعمل له بريفنشن لازم نشوف البون من الدنسيتي بتاعت الطفل ده. التي سكور بتاع الدكسا ما ينفعش في الاطفال، لازم يبقى ادجاستد زد سكور للايدج والويت. والكريتيريا بتاعت ان احنا نشخص الاوستيوبروزس في الاطفال دول والوقت فيه كتير جدا جدا، بقالنا كام سنه بيتعمل هيب سيرفيلانس لكل الاطفال اللي عندهم سيربرال بولسي لازم يتعمل لهم دكسا. الزد سكور لسه ماينس 2، بس في كريتيريا ثانيه ان هو يكون معاه هيستوري اوف تو ابر لم فراكشرز او هيستوري اوف فيرتبرا كومبريشن فراكشر او هيستوري اوف وان لور لم فراكشر. الأسوأ احنا عمالين نتكلم في الأسوأ، قلنا السباستيستي 90%، التي بي اي 90% من 90%، اولموست 100% من الاطفال اللي عندهم تي بي اي سباستيك تايب اوف سيربرا بولسي وكوادربليجيك عندهم اوستيوبروز. الدكسا بتتأس في البروكسيمال فيمر وفي الهيب زي الادلتس. الدكسا في السيربرا بولسي سبيشالي معمول لهم دكسا مخصوص للاترال فيمورال كوندايل. ليه عملوها لاترال فيمورال كوندايل؟ لان سببين. اول سبب ان هي اكتر مكان بيتكسر في السيربرال بولس بيشن هي لاترال فيمورال كوندايل. السبب الثاني ان لاترال فيمورال كوندايل في الاولاد دول بتديني ايديا على الكانسيلا سبون وعلى الكورتيكال بون وعلى الكورتيك كانسيلا جانكشن. في الاريا دي بقدر احقق الثلاث حاجات دول فيهم، فالدكسا سبيسيفيكالي في السيربرال بولسي تتعمل لاترال فيمورال كوندايل. هاو تو بريفنت، لما نعمل الهيب سيرفيلانس لقينا اوستيوبروز هنعالجه، والوقت هنقول ازاي.
لو العيان ده امبيولاتوري فيزيكال اكتيفيتي وويت بيرنج، ونصلح اي جوينت ستيفنس، نطول اي مصل قصيره، نتراي ان احنا نقلل الكاست انبريزيشن بعد اي عمليه او استيوتومي اراوند سهيل او سوفت تيشو اوبريشنز. الفيدنج نهتم بيه جدا جدا جدا، واديكم فيتامين دي، وسام تايمز بندي الاولاد دول جروس هرمون، وفي ريسنت ستادز ده ان هو فيري بينفيشال في السيريبرال بولسي، ما بيحسنش الفالوسي، ما بيحسن المسكول سكيلتال كونديشن. وزي ما قلنا نقلل او نغير الانتي ايبليبتيك دراجز، ونوقف ونستخدم الريسنت تايبس اللي هي ما بتعملش اوستيوبوزيس. زيهم زي الاول زي الادرس نستخدم بيسفوسفونيتس، وان كان مفيش ايفيدنس بيست كتير قوي على البيسفوسفونيتس في الاطفال اللي عندهم سيبرا بولسي، انما الانترا فيناس باميدورنيت عليه كلام كتير قوي. انا بصراحه ما عنديش اكسبيرينس في الموضوع ده، انما عندي اكسبيرينس في الانترا فيناس باميدورنيت في الاولاد اللي عندهم اوسيس امبرفيكتا. اتز مارفلس لما نحسب الدوز صح، وفي بعض السكولز بتديه وانس ا مانس اكوردنج للويت، في بعض السكولز كل 3 شهور. انا بيرسونال بستخدمه كل 6 شهور. في الاخر 10 12 سنه عندي حوالي 8 اولاد اوسيوس امبرفيكتا نو سنجل فراكشر بعد اول دوز من الانتي ريزورتيف ايجنتس. فاستخدامه في السيبرا بولسي بيدعوا ان هو بيحسن جدا البون دينستي، من ماينس 4 بيوصله نيرلي نورمال بون دينستي للاولاد اللي عندهم توتال بودي انفولفمنت سباستيك تايب اوف سيبرا بولسي. البيست ديسيشن كونسرفاتيف الهيل فراكشرز او بروكسيمال فيما فراكشر وتراي تو كونسرف، لان هو نان ووكينج على ويل شير او بيد ريدن، فانا هقبل اي مليون هيحصل، مش هنلتزم بالرولز بتاعتنا، مفيش 10 درجات انجلر ديفورميتي، مفيش روتيشن قد كذا، هقبل اي حاجه بس ما عدا حاجتين، ان هي ما تكونش مأثرة على البرانيال كير بتاعه، وما تكونش تعمل له بيت سورس لو قعد على الويل شير بالساعات طويلة قوي. السيرجيكال تريتمنت زي ما قلنا في مشاكل في الابروتش، في مشاكل في الاوبن ريدكشن، عندنا كواليتي اوف بون وحشة جدا، فالكومبليكيشنز بتاعتها عالية جدا، انما sometimes I have to do عشان اقلل البين، عشان احسن البرانيال كير، ماشي. This is not my case، دي حالة كانت كيس ريبورت منشورة على على الويب سايت يعني، بس يعني هي اوتسايد اوف ايجيبت، يعني الزميل الفاضل كان فيري اجريسيف واختارها نوع من البريف عنيف قوي، رغم ان هو عارف كويس جدا البوم كواليتي، فافتر 2 ويكس بس من العملية البريف كات ثرو، فرجع تاني في كلامه وعمل لها بروكسيمال فيمورال لوب بريف، وشايفين الفور سكرو بروكسيمال خالص الكسر اللي عملته البريف بتاع البريف. This is the last case I operated upon. This is 13 years old boy, quadriplegic, non-weight bearing, total body involvement, epileptic, mentally retarded, على رايل. فيعني اللي زعل جدا راح لفيزيوثيرابيست، عشان كده انا سالت في حته الزرقاء يعني. فزي برومس بيرنس ان هو هيمشيها على رجليه. وخد الولد جلسة تانية، الولد in agony severe pain يعني screaming day and night، وهم مش فاهمين عنده ايه، يروحوا لدكتور اطفال مفيش حاجة، يروحوا للتعفيسر مفيش حاجة، فسابوا الولد about one month. ويمكن احنا شايفين عند الليسا تروكانتر كده في كلس، فالولد ده presented مثلا after 3 weeks، وياريته بقى unilateral bilateral subtrochanteric fracture femur due to physiotherapist. طبعا الريدكشن وذا هيل، وشايفين الناحيه اي كانت ريمبر اي بوزيشن انها ليفت، ما جاتش نير اناتوميكال الا ما الشافت وذا فيمر بقى تكتب بالمنظر ده بعد العمليه الاكس ري دي 1 مانث بعد العمليه، في وان اوف ذا سكروز باك اوت، لان طبعا بون اوستيوبوتي جدا. الفيكسيشن اي ام نوت هابي ويز، بس الهيب ده سبلاكسد، الانتي فيرجن كان عالي جدا. It was not easy ان احنا نعمل لها open reduction. Till now he is going well. He can sit freely.
الكير بتاعه برينيال وكل حاجه بعد على الشير بتاعه والبين راح الحمد لله افتر 1 مانث اوبريشن. ثانك يو. Thank you.